السلام عليكم، مرحبا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كيف هي الاحوال؟ كي دايره العائله ديالكم؟ نتمنى كل شيء تكونوا مزيانين لاباس عليكم. ما بقى والو، رمضان ما فوش. كي راكو دايرين مع التوجاب؟ ما فوش حتى نتوما راكو كتوجدوا كتخملوا كتنقيو النهار كامل في الدار، ما علينا غير نشوفوا كيفاش نلهيو راسنا باش ما نقنطوش. السوايع بزاف في الدار الصراحه. ما علينا، كما وعدتكم في الفيديو السابق قلت لكم بان الاسبوع القادم غادي ندير اريباس فينيزولاناس. شنو هما اريباس فينيزولاناس؟ هما واحد النوع ديال البطبوط ديالنا حنا المغربي، ولكن ما كيتصاوبش بالدقيق، كيتصاوب بارينا بان بريكوسينادا طايبه. هادي ارينا بان، الطحين ديال الذره ولكن طايب، داير بحال ماشي خضر، طايب. دونك كيتصاوب هذا، كيجيو زوينين، كيجيو مقرمشين وكيجيو فتيين. وغادي نديروهم بكارني ميتشالا. كارني ميتشالا هذه اللحيمه شريتها فاش تقديت على الجزار، كتكون لحيمه خاصه كيديروا بها هنا الصبليون. كارني ميتشالا كطيب وكنفرتتوها، كتجي رطيطبه في المضيغ، ما كتكونش قاصحه وكطيب لنا دغيا. شنو كنحتاجو في هذه المقادير؟ كنحتاجو بصله، كنحتاجو فص ولا فصين ديال الثومه، فلفله حمراء، واحد البويرو وشويه قزبور ومعدنوس. هادو والعطريه ييرباس اروماتيكاس، هنا كتجي الاعشاب منسمه. غادي ندير الشاونيه والبصله يابسه، البزار، سكينجبير، شويه الكمون ولا صوص طوماط، واحد جوج حتى ثلاثه ديال المعالق، ولكن حتى نكونوا غادي نوجدوها. هذه بالنسبه للحشوه ديال اللحيمه. لاريباس غادي نحتاج الذره، طحين ديال الذره ارينا بان. غادي ندير فيها واحد شويه ديال الفروماج اللي عندكم، ادام، امنتال، غودا، كواترو كيسوس اللي عندكم. وغادي نحتاج شويه المليحه وغادي نحتاج الماء. دابا اول حاجه غادي نديروها، غادي نرد اللحيمه طيب باش طيب على خاطرها. نتوما الا بغيتو ديروها في الطنجره ديروها، انا غادي نديرها في الكوكوط باش طيب ليا مزيان، بغيتها طيب مزيان. دونك غادي ندير الزيت البلديه هنا، شويه الزيت البلديه. هما هنايا كيسلقوه غير في الماء والملح والورقه ديال اللوريل. انا غادي ندير له واحد يطيب شويه. هما بسم الله غادي نديرها كامله البنات، غادي نديرها كامله. غادي ندير شويه ديال الملح، زوينة هاد البوكلة. غندير شوية ديال الملح على الحم، كتجي زوينة ولذيذة. ودابا خاصة جاي رمضان نبدلو شوية وخصنا نتفتحو شوية على لي زوطخ كولتور، ماشي غير طبخ مغربي طبخ مغربي. ندوقو شوية الأكلات الأجنبية ديال زوطخ كولتور، ديال فينيزويلا، ديال تركيا، ديال إسبانيا، ديال إيطاليا، أكلات هكا باش ماشي بنادم يبقى كياكل غير أكل مغربي تقليدي. ما غادي ندير لها والو، غادي ندير غير هاد البويرو. ماشي يطيب منسم اللحيمه، ما تجيش غير مسلوقه في الماء، لان من بعد عاد غادي نديروا لها، غادي نرمي واحد الفصيص ديال الثوم، وغادي ندير شويه ديال الاعشاب منسمه. غادي ندير له الماء ديالو اللي غادي يطيب فيه، لان داك الماء ما غاديش يتلح، ما غاديش يضيع، غادي نستعملوه من بعد في المريقه ديالنا فاش غنكونوا كنطيبوه في لاصوص. واللي شاطنا نخبعوه، نديرو به سويبان، نديرو به، نمرقو به عديسه، نمرقو به، ما غاديش يتلح. صافي غادي ندير له مباشره شويه ديال الماء، يعني بحال الا غادي نسلقو في الماء. الجهد شويه، ها نتوما القياس اللي غادي يطيب فيه ديك الهبيره.
دابا البنات انا قطعت كلشي اللي غادي نحتاج. غادي نشحر هاد الخضيره على ما يطيب لنا الحيمه. غادي نشحروا هاد الخضيره، نديروا شويه زويته هنايا، جهد 3 4 المعالق. نديروا البصله شحر، بعد نزيدو نديرو شويه ديال الملحه، لان الملحه دغيا كطيحها. غادي نحمص لها دغيا دغيا. صافي البنات، من بعد غادي نزيد الفلفله، غنزيد شويه ديال الربيع والثومه ونخليهم يتشحروا، وديك الساعه نتوما معايا نوريكم كيفاش نديروا الحيمه. صافي ها هي طابت الحيمه ديالنا، دابا غادي نفرتتوها ولاصوص ديالنا ها هي كطيب. طبيعة الحال نخليوها حتى تبرد، غادي نفرتتوها هكا، راه مازال سخونه غير بغيت نوريكم. دابا غادي نستمر كنفرتتها حتى نساليها كامله البنات، هكا كنورقوها البنات. ها هي على بركه الله فرتتها كامله ديك اللحم، كنفرتو كنحيدو له دوك الشحيمه اللي كتكون جليدات كنحيدوهم، كنخليو غير الحيمه فتيه. وها هي لاصوص ديالنا راه هكا تحمر، ها هي غادي تزيد الطياب مع الحيمه الفلفله والبصله. دابا غادي نرمي داك اللحم كما كنديروا بطبيعه الحال الكفته، وهذه كيديروها كنديروها لهذا. غادي نحرق داك اللحم كامل، غادي نزيد هذا الربيع راه كيعجبني الربيع انا، وغادي نزيد لاصوص. انا كتعجبني لاصوص كتعطي واحد المذاق. غادي ندير البنات هاد مخو كناريو اللي خديت، غادي ندير شويه، كيكون شويه حار ندير غير شويه لان حتى البنيته ديالي غادي تاكل، وغادي ندير العطريه كما قلت لكم البزار، شويه ديال البزار، شويه ديال الشاوميه، شويه ديال السكينجبير اللي عنده الخلطه ديال اللحم يديرها. انا عندي غادي ندير هذا بنزيد شويه منها، شويه ديال الكمون، هذه بصله يابسه، غادي ندير هاد لي زيرب بروفينسيال حتى هما كيعطيو البنه زوينه في اللحم. غنزيد فتيمته ديال الملحه غير فتيمته، وعندي هنايا الخلطه ديال اللحم ها هي ديال بينشوس، غادي ندير هنا كتعطي واحد المذاق يا سلام للحم. صافي غادي نحرك هادشي مزيان، هاد الخلطه نعمروا بها البطبوط، نعمروا بها دوك كنديرها حتى في دوك الوراق هادو، كنديرها حتى هنايا ها نتوما هادي نعمروها، نزيدوا لها شويه ديال الزيتون وشويه ديال الفرماج، وها نتوما معشيين معتبر هاد الخبيزات هادو ولا لي الراس مع الحاره مع شويه ديال لافوكا مقطع من الفوق، وها اكله مكسيكان عجيبه. انا كتعجبني هاد الاكله البنات، سواء كنديرها دابا فاش كنت الريجيم كيتوني كنت كنديرها في الخبيزات ديالي، ولكن ما فيها باس غادي نديرها معكم اليوم مع اريباس، لان الغرض من هذا الفيديو هي نكتشفوا هذه الاكله الجديده. دابا البنات
هذاك الكالدو اللي شاطلينا من اللحم لان طاب اللحم هذا الكالدو به غادي نسقيو هذا الخليط ونخليوه يطيب راه خصو يزيد الطياب انا غادي نديرو كامل لان ما نقدرش نديرو في شي صوبة ولا ما ياكلهاش الزوج ديالي فيها ريحه ديال اللحم هذه اكله غير ليلي انا وبنتي صافي غادي نخليها دابا حتى طيب مزيان وننتقلوا دابا نوجدوا الاريباس صافي دابا عندي هنايا الجهد ديال 450 ملل ديال الماء غادي ندير فيها شويه مليحه وغادي ندير واحد 300 غرام ديال الطحين ارينا بان 300 غرام غادي تجيب لنا واحد 6 7 ديال اريبات حتى 8 اريبات لان نطيبو غير اللي غناكلو هذا عندي العبار ديال 250 غرام غادي نجبد استراحه صافي غادي نبدا نخوي هنايا بالقياس ديالي باش ما يديرولناش الكويرات بحال الشكل ديال الحريشه ولكن هذه عاديه وانا غادي نزيد فيها هذا الفرماج غاديش نزيد غير 250 غرام لان راه كتشرب نزيد غير واحد الشويه غادي نخليوها نزيد شويه ما بغيناهاش تجي قاصحه لان غادي تشرب لنا داك الماء كامل نزيد شويه غنستعمل يدي البنات راه مغسولين يدي بطبيعة الحال صافي غادي نخليها نتوما لقوامها غادي نخليها 5 دقائق على ود ما نسخن المقيله باش نطيبها فيها نديروها على شكلها نتوما غادي تشوفوا معايا راه ساهله وبسيطه وكتجي رائعه في الماكله البنات انا غادي نخليها 5 دقائق ترتاح على ود ما نجبد المقيله فاش غادي نطيب ونجبد الطبيسيل فين غادي نحط صافي البنات انا درت المقيله تسخن غادي ندهنها بشويه الزيت هانتوما ها دير هكا غير في زويته صافي نحطو هنايا دابا غندير هكا باش تشوفوا معايا نفزك يدي ذاتي بالماء باش ما تلصقليناش ونهز هكا على شكل قنبول هانتوما راه ساهله انا غادي نلويها هكا غنديرها شويه كبيره ونصايبوا لها الجناب ديالنا نتحكموا فيها كما بغينا ها نتوما هكا وغادي نديرها في المقيله غادي نبدا كويره اخرى نصوبولها الجناب باش لان بعض المرات كتحل ولكن نصوبولها الجنيبات ديالها غنديروها بالطريقه
على حسب الحجم اللي بغيتوها. انا نديرها شويه كبيره لان غير بوحده صافي غادي لوحدي. هانتوما راه كتحكموا فيها كي بغيتو. الويل 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 ومن بعد نبسطها بيدي. ماشي شي حاجه خارقه للعاده، راه عادي وسهل. ناكلوا حاجه جديده، ما نبقاوش في الحرشه والبطبوط. كيما قلت لكم ناكلوا اكل جديده، علاش لا؟ هذه هي الفرصه، بنادم عندنا الوقت، عندنا الوقت نوجدوه على خاطرنا ونديروا الشهيوات اللي بغينا. راه كتشبع البنات مثلا هذه في رمضان العشاء، والحشوه بطبيعه الحال كيما بغيتوا نتوما تعمروها، بغيتوا تعمروها بكارني ميتشارا، انا كتعجبني بكارني ميتشارا. غادي نعمر معكم وحده بالفرماج باش ياكلها الزوج ديالي، بالفرماج ولي طوماط اللي بغيتوا باش ما بغيتوا. غادي نديرها هكا، غادي رقيقه بزاف باش من بعد نحلوها. صافي يمكن غادي نديرها نخليوها تطيب عاد نقلبوها. شي ديك 300 غرام راه هي هذيك كتجيب لنا العبار ديال 6 7، غادي ندير انا 6، هادو غادي نقسمهم على جوج. طبيعة الحال نخليها طيب مزيان من تحت عاد هنقلبها. مازال ما شدتش راسها. وباقيين لي هنايا جوج هما كيطيبو هنايا، باقيين جوج في المقلاة، شفتوهم؟ نخليهم يطيبو، مازال خاصهم يطيب، غادي نخليهم. ودابا هاكي غادي نديرو نحلوهم. هما راه نورمالمون فاش كنجيو نحلوهم خاصهم حتى يبردو شوية. نحلوهم بالسكين، هاهما راه مازالين سخانين البنات. راه فيهم الفرماج على داكشي، راهم دايرين هكاك من الداخل الخيوط ديال الفرماج هذاك. هانتوما هكا بغيتو تزيدو الزيتون، بغيتو تزيدو الفرماج، انا ديجا راه فيه الفرماج في العجين يعني ما يحتاج. غادي نعاود معاكم وحده اخرى. مازالين سخونين، خصنا نصبروا عليهم شويه يبردوا باش ما ديرناش. مازالين سخونين البنات، شوفوا البنيته ديالي كيعجبوها، كيجيو ساهلين في الماكله للدراري الصغار واكله كامله. دابا غادي ندير معاكم وحده بالفرماج.
نقدر نزيد له واحد جوج اخرين. وهو هذا البنات هكا كيجيو على هذا الشكل. ولا عجبتكم الوصفه شيروا لها بلايك ما تنساوش، وانا ما تنساوش تخليوا الملاحظه ديالكم في صندوق الوصف. وشكرا جزيلا على المشاهده، وكنشكر مره اخرى جميع اللي التحقوا بنا القدام والجداد. مرحبا والف مرحبا بكم في القناه ديالنا. وهو هذا خواتاتي خوتي، عواش مبروكه ومع السلامه.